أهلا بكم مشاهدينا الكرام في السطر الأول. من الندرة أن تجد سياسيا شق طريقه إلى الحياة السياسية وإلى المناصب رفيعة المستوى دون أن تكون له رافعة عشائرية أو رافعة علائقية أو دعامات توريثية. فإن وجدت مثل هذا النوع من الشخصية فأنت بالتأكيد أمام شخصية عصامية استطاعت أن تثبت نفسها ومرت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وبالتالي هذه الشخصية لم تولد وفي فمها بلعقة من ذهب. أفكار نهضة السياسي وتأسيسه الشخصي من الصفر، إشكالية هذه الحلقة نطرح حولها أسئلة: كيف يمكن للفرد صناعة مستقبله السياسي دون دعامات توريثية أو منظومة علائقية؟ وهل الثقافة كافية لصناعة الفرد السياسي؟ وماذا عن المقومات الأخرى المطلوب أن توجد في هذا النوع من الشخصية حتى يصل إلى مبتغاه؟ نبدأ الحوار بعد قليل. يثير مفهوم السياسة روح التحدي لدى الإنسان، حيث يعتبر العمل في ذلك الحقل من الأمور المجزية، وخاصة إن كان ترشح الإنسان لأحد المناصب السياسية قد تم بشكل رسمي. وعندما يتمكن الإنسان من الدخول إلى هذا الحقل لابد من أن تكون لديه القدرة على صنع تغييرات داخل المجتمع الخاص به، مع ضرورة صنع الخيارات المناسبة للحصول على حملة انتخابية ناجحة يستطيع من خلالها جذب الكثير من المنتخبين على المستوى المحلي أو الدولي. أن تكون بداية الإنسان السياسي من المستوى المحلي مع السير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المناصب الوطنية في البلاد، وقد تحتاج هذه الطريقة إلى أعوام متعددة، إلا أنها من الطرق الناجحة التي سار عليها معظم السياسيين الناجحين في مجالهم. لذا يجب أن يركز الإنسان الراغب في الترشح لأحد المناصب السياسية على بناء ذاته كسياسي محلي والعمل على ذلك المنصب ليتمكن من الوصول إلى مناصب سياسية أكبر، فقد تكون البداية من خلال الترشح للمناصب الصغيرة. للعمل السياسي آليات تتكون بنتيجة التجربة العامة التي تبدأ بالمسائل الصغيرة دون قفز نوعي يترك تحته فراغاً يسقط هذه التجربة بشكل مفاجئ. وبهذه البداية يمكن للعقل أن يستلم أول الطريق إلى العمل، فتتكون الآليات التي تبدأ بالتغيير زماناً ومكاناً دون معوقات تعطل. مرحباً بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الأستاذ محمد داودية. مرحبا بك استاذ زيد، حياكم الله. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا معالي الاستاذ، وشكرا على استضافتك لنا وعلى وقتك. فشكرا جزيلا. مرحبا بك وبشكرك على المقدمه اللي ما بتخصني لعالي، انا بتخص هذا الجيل والجيل القديم والجيل الجديد. هذه استاذ زيد، يعني انا بجوز قطعت عليك سؤالك. لا تفضل. لكن هذه استاذ زيد اهم ما يعني ما نريد ان نصل له. نعم. إنه يعني نحاول نقعد أو نضع قواعد للمسارات اللي ممكن، وهي مسار مش ليس مسارا واحدا. نعم. مسارات اللي ممكن ينتهجها الشباب العربي الأردني العراقي اللبناني السوري المصري، أي شاب حتى اللي يتحرك باتجاه أهدافه حركة يعني متصاعدة. نعم طبعا، يعني ينبغي أن نقدم حضرتك أستاذ محمد إلى الجمهور العراقي تحديدا، حتى ثم ننطلق إلى فكرة آلية الصعود والتدرج التي واكبت. جنابك من مواليد 1947، صحيح، في الرويشد، دبلوم هذا على الحدود العراقية. على الحدود العراقية، نعم، طريق إلى عمان من الزرقاء. بدأت صحفيا وكاتب عمود يومي، ثم انتقلت مديرا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي العامر، عضوا لمجلس النواب، وزيرا للشباب، سفيرا للمملكة في العديد من الدول،
وشغلت أيضا مواقع إدارية ونقابية كثيرة، ثم الآن تشغل منصب عضوا في مجلس الأعيان الأردني. هذه السلسلة من المناصب كتبتها حضرتك في كتاب من الكسارة إلى الوزارة. صحيح. يعني من التعب والنصب والجهد إلى وزير وتتبوأ. ما هي الدرجة الأولى التي أتاحت لك أن تتدرج في هذه المناصب؟ أحسنت أخي زيد، أنا صنعتني القراءة. أشرت حضرتك في المقدمة نعم. إلى قصة الثقافة. نعم. أنا صنعتني القراءة بأمانة، وأنا أنصح أبناءنا أن ينكبوا على القراءة. ماذا يقرؤون؟ أيوة بقرأ، يعني في البداية أنا بديت في أرسل لوبين، بجوز مش من جيلك هذا. نعم. هيك قضايا مؤامرات وتجسس وعمل سري وإلى آخره وجرائم. أرسل لوبين يعني روايات، روايات جرائم بوليسية. وكيف أي بوليسية أحسن. شايف. وهذا بعدين أنت إذا أدمنت القراءة أو إذا صرت تخصص وقت محدد للقراءة، خلص بتدخل إلى من هذه النافذة إلى مساحات بتشوف آفاق مختلفة. فأنا بداية هيك يعني صحف ومجلات وروايات بوليسية، ثم يعني بتنفتح عليك حاجات جديدة. الشباب اليوم معلك يعني منصب ومنكب على السوشيال ميديا، وكأنها صارت البديل عن الكتابة والروايات والقصص والكتب الفكرية الأخرى التي تسهم في تنشئة الثقافية للفرد. نعم. هل تعتقد بأن الشباب بحاجة إلى العودة إلى الكتاب بعيدا عن السوشيال؟ نعم. شوف يعني احنا لن نصبغ عليهم يعني او لن نلبسهم اثوابنا. نعم. هلا في عندك منطلقات مختلفة للشباب. نعم. يعني ابني انا اختلف في انطلاقاته، أو أبنائي كلهم اختلفوا في اتجاهاتهم واختلفوا في منطلقاتهم، لكن السوشيال ميديا يعني بكل ما فيها من خير وثقافة ومعلومات، وأيضا بكل ما فيها من أذى وشر واستغلال وإرهاب وقبح. أيوة. فالسوشيال ميديا الحقيقة مهمتنا إحنا الآباء، خلينا أسمي أنفسنا، أن نحاول توجيههم إلى المسارات الآمنة في استخدام من البداية، يعني من الصفوف الأولى إلى استخدامات آمنة ودخول آمن واستفادة آمنة وضرورية من السوشيال ميديا. أنا كنت أخي زيد أقعد في مكتبة المدرسة الثانوية أو مكتبة الأمانة البلدية اللي كنت معلم فيها، كنت معلم، كنا نقعد ساعات حتى ندور على مصدر قصيدة المتنبي، هذا هاي الكلمة ولا هاي الكلمة مشكولة كيف إلى آخره. فهذا كان في هدر كبير جدا، وكان في عنا صبر. الآن ما في صبر وما في هدر. نعم. يعني وفي سرعة وصول المعلومة. نعم. سرعة ضوئية يعني. نعم. تك نعم. على الجوجل أو منصات بحث أخرى. نعم. تصل لمبتغاك. نعم. الآن توظيف هذه يعني الإمكانيات اللي توفرها السوشيال ميديا بحيث أنك أنت تروح على الفائدة المرجوة. إلى أي درجة، معذرة معالي الوزير، إلى أي درجة يعني كان الوضع المادي، يعني فكرة من الكسارة إلى الوزارة بمعنى من العمل المدني اليدوي، عفوا الشاق والبدني الشاق إلى الوزارة، إلى أي درجة كانت هذه البيئة القاسية محفزة لك حتى يعني تكون قارئا، تكون مثقفا، تكون صانعا وكاتبا للرأي؟ جميل. شوف هذه البيئة القاسية المرعبة في يعني الفظيعة في قسوتها. نعم. بتدفعك أن تبحث عن عوالم موازية. هذه بتجهلها في الكتاب في الرواية، تشوف عالم ثاني تروح عليه أنت بتحس حالك عايش معه. شايف. فهذه تكرهك على البحث عن عوالم أخرى، يا بتروح على الحشيش والمخدرات والمشروبات حتى تغيب عن أو ترتفع شوي أو تنتشي بعيدا عن الظرف القاهر، أو تكسب مال من 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 هذه الطرق ممكن. شايف. أو بتقودك يعني هذه الإكراهات إلى مجالات مختلفة منها القراءة.
القراءة لما تقرأ رواية أنت بتخش في عالم البطل والتحديات اللي واجهته، أو أرسل له بين بتصير تقول المجرم فلان، أكيد فلان المجرم اللي طبعا هو في تشويق عالي. فهذه بتكرهك أنك تبحث عن عوالم موازية تخفف عنك عن روحك عن الإنهاك اللي أنت عايش فيه شايف، وأيضا بتصلبك. يعني أنت لما كسارة صخور اللي كنت شغال فيها أنت، وفي طقس زي هذا الطقس في الرويشد حار جدا، وفي المفرق كمان يعني احنا على حافة البادية في الرويشد وفي المفرق. أنا عشت في المفرق، أنا في الرويشد كنت في نعيم ثم نقلت من النعيم إلى الجحيم، واشتغلت في الكسارات في درجة حرارة مفرطة شايف، وطفل، ومن أجل مردود بسيط يعني. بس كمان بالعطل الكبير تعيل أسرتك مثل ما بالعطل الصيفية. المعنى أنه هذه يعني الواقع الصلب كمان بضفي عليك يعني. هلا الوحوش في الغابات بتتلون بألوان البيئة اللي هي فيها. أنت كمان هاي الصلابة اللي بتطرق على إرادتك وعلى جسمك بتمكنك، بتصير تقول لنفسك أنا طيب أنا واجهت الكسارة، أنا الكسارة كلها واجهتها أنا شايف، وكانت على كتافي ورميتها، قدرت أنا أخرج من تحدي الكسارة. التحدي الجديد هذا شو؟ ولا إشي بالتحدي بالنسبة. فصرت أنت يعني تعلم حالك على أن تتجاوز، وأيضا بمكنك كان أنك تستمر، إنه إحنا كل شعبنا في الكسارة كان، مش أنا لحالي، أنا كل الكسارة أو أخواتها يعني أخواتها من المهن القاسية. أصبت الحصاد، الحصاد عمل شاق ومرهق وخطير، لأنه بس تمسك وبدك المنجل في أفاعي مستبردة تحت القش ولا أعرف شو. فالمعنى إنه الصلابة هاي أو القسوة هاي أو فضاعة اللي عشناها أو عشها أبناء جيلي بتوديك أول إشي تبحث عن عالم ترتاح فيه، تنتقل من مخدة إلى مخدة شايف. لكن هل تبقيك ملتزم؟ يعني يعني بعض النماذج عبر التاريخ حينما انتقلت من هذا العالم إلى هذا العالم باتت أكثر قسوة وأكثر صرامة في السلوك. أحسنت. ويعني ليس بالضرورة أن تكون منضبطة ضمن السياقات. ما الذي جعلك يعني منضبط ومحافظ على نسق أتاح لك التدرج في مناصب الدولة العديدة؟ نعم، شوف الاستقامة أنا يعني بحطها عنوان رئيسي. الاستقامة وأن تحافظ على تكوينك. يعني أنت طولك 181 سنتيمتر، ما تصغر حالك وما تفتعلش انه طولك مترين، عرفت شو؟ الاستقامة اساس، والمثابرة ما بدي اعطي هلا مواعظ، لكن اذا بتثابر واذا بتعلم التنظيم والدقة كل هذا بمكنك، يعني عناصر عارف شو هذه، ترابط كبير بناء الشخصية، ترابط زي اللوجو. في استقامة وفي هنا جدية وفي هناك احترام نزاهة للذات للوقت للزمن للمال العام للمال العام. يعني انت شغلت منصب وزير طبعاً، يعني وبالتالي لديك موازنة كبيرة طبعا في الوزارة. الحمد لله، يعني بدك عناصر مختلفة من ضمنها الاستقامة. لا توطي بيركبوك شايف. أنا يعني لاحظت الحكي إنه الاستقامة بالعكس إيجابية وليست سلبية، وإنه النفاق سلبي وليس إيجابي. هل ابتعدت عن جمهورك بمجرد ما شفت أنك وصلت إلى مستوى أن تعمل في الديوان الملكي الأردني ومن ثم مجلس نواب ومن ثم مجلس أعيان والسفارة؟ بالعكس يعني أيضا كثير من النماذج حينما يعني يخرج من هذه البيئة القاسية تحصل هناك فجوة بينه وبين جمهورة كبيرة، أبناء القرية، أبناء العم، يعني الأسرة. أحسنت. يعني شوف، بداية بدي أكد لك على أنه التغير، يعني أنت كويس ليش تتغير؟ أنت بهالمواصفات هاي ليش يعني تخرج من الطبع إلى تطبع؟ أنا بزعم يعني أني أنا قلبي مليء بالرحمة، وهيك كل أسرتي كل أبنائي ترى، يعني أخذوا عني
احنا مع الناس مع المواطن، ما في عنا تمييز بين صغير وكبير، كل الناس محترمة، كل وعلى قاعدة ظن بأخيك خيرا أو بأختك أو بكل الناس شايف. فأنا هاي قاعدتي، أنا علاقتي مع الناس يعني مفرطة في حميميتها، ولذلك بحس إنه هذا امتياز إلي ومكسب إلي وإنجاز إلي ومرتبة إلي إنه الناس تعرفني وبتحبني. وطبعا ما بتحقق هذا إلا بالتبادل، أنا كمان بحترم الناس وبحبهم وبقول شكرا، هذه قوة الشكر لحالها هاي شايف، امتياز للإنسان. يعني ما في فجوة بينك وبين جمهورك الآن؟ على الإطلاق، على الإطلاق، إلا بحكم الوقت يعني. أنا هلا كنت بجلسة في مجلس الأعيان، بقدرش أشوف الناس، لو واحد ضرب علي تليفون ما بقدرش يعني أرد عليه، بس برجع له أنا المست كول، هاي كل المكالمات برجع وبتصل مع الناس اللي طلبني، والله أرقام لا أعرف من أصحابها، يا بقول له مين حضرتك يا بتصل فيه مرة أخرى. شايف أنا ما بدي يعني أروج لنفسي، لا إحنا ليس ترويج يعني، معالي الأستاذ، لكن يعني خليني أحكي لك، تجربتنا في العراق مريرة في حجم الفجوات ما بين السياسي وما بين المواطن. في ناس أيضا يعني كانت صفر وفجأة تملك الفضائيات وتملك الأموال وتملك المكاتب والقصور والمكاتب الاقتصادية والمقاولات وغيرها. فبالتالي هذا خلى في فجوة ما بين السياسي والمواطن، فجوة الثقة ما بين السياسي والمواطن، كيف يمكن التغلب عليها؟ وهذا السؤال المهم. أنا أشوف بدي أقول لك، بيسألوني أصدقائي شو نقول لك معالي أبو عمر محمد، قلت لهم أنا أحرص على كلمة المحترم، أنا بس إذا بظل محافظ على أنه قوله محترم هذا إنجازي الكبير. هاي كلمة متداولة في المجتمع الأردني، لما يقول والله أنك زلمة محترم، زلمة محترم فمعناه بالقمة يعني. محبوب صح. محبوب وما في لك سيئات شايف. والناس تنظر لك بود يعني، وهذا والله أهم من كل اللي بيسعوله وبتلونه أو بيفقدوا يعني خصائصهم أو بيفتقدوا خصائصهم أو بيفرطوا بخصائصهم الطيبة. أنا شعاري على الفيسبوك إذا بتلاحظ، حافظوا على نبلكم، يعني كل واحد عنده نبل، كل واحد، بس حافظ على النبل هذا ما تفرط فيه. هذه المعاني اللي شو اسمه. هلا شوف حول الثروات والشو اسمه، عمرو بن العاص حضرته الوفاة فجمع كل أمواله، وهو كان يعني ميسور، وبتعرف لما كانوا يعملوا فتوحات القائد له جزء من الغنيمة والضابط له والجندي له، كان توزع الغنائم هذه. فعمر بن العاص عنده أموال طائلة، ثم لما حضرته الوفاة قال لربعه وأهله إيش يجمعوا لي جمعوا له السجاد، جمعوا له التنافس والذهب والقواشين والفضة، فقال من يأخذها بأوزارها، إنه هذه ما لا تجمع، وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تجمع بدون أوزار. نعم. هذه يعني إلا تكون فيها أوزار، فتمنى على أحد يأخذها وريحه في الحساب الآخر من أوزارها. يعني هي حديث سيد النبي لما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أي درجة محمد داودي يعتقد بأنه راع وهو مسؤول عن رعيه؟ والله أنا بحس حالي من الرعية شايف. أنا بحس حالي من الرعية. مكانك في مجلس الأعيان اليوم ألا يجعلك راعٍ؟ طبعاً لا، في مسؤوليات. نعم. في قوانين وفي أنظمة وفي اتصالات وفي علاقات وفي لجان وفي، طبعاً هذه واجبات، بس أنا بالأخير بشلح الربطة هاي وخلص. أنا أصحابي اللي من 40 سنة ومن 50 سنة ما انقطعت عنهم. أنا لما طلع كتابي هذا، نعم، حملت أول نسخة منها ورحت إلى صديق إلي على مسافة 60-70 كيلومتر، ولدان أنا وياه. نعم. بالمفرق ولا في بالمفرق؟ نعم. هو يعني هو مواليد المفرق، أنا مواليد الجفور، بس عمليا عشنا مع بعض يعني. نعم. جيران وعشنا. نعم. مع بعض. نعم. رحت هديته الكتاب، اسمه عبد المهدي، يعني متقاعد من الجيش، هديته الكتاب وتصورت أنا وياه على أساس أنه هذا شريك العمر والحياة. فطبعا لا يمكن أنك توفي وتكون يعني تحقق
في لك أصدقاء بس إنهم مطالب برضه. بدك يعني تحاول جهدك، وإذا عذروك بيكون رضا هذا. صح. هي القاعدة، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربنا كمان ييسر ويجسر ويوفر اللي بتصل له أنت. نعم. الثقافة، هناك مقولة أيضا تتردد من الأستاذ محمد داودية، أن الصحافة تقدم الإنسان نحو العمل الحكومي وتقربه وتقصر المسافة بينه وما بين الارتقاء في سلم العمل الحكومي. نعم. في الدولة. لماذا؟ شوف، الصحافة انفتاح. نعم. والكتابة انفتاح، وانت بالتالي لما بدك تكتب في مشكلة ما. نعم. للناس بتعرضها، يعني بتحمل وجع الناس. إذا ليس كل صحفي متاح له أن يقوم بهذا الواجب. لا لا، في صحفيين أو كتاب. نعم. يعني مجاملين، يبيعون الناس يعني. عارف شو بتزلفوا. وأنا إلي كلمة، إنه النجاة الفردية في مجتمع يغرق في المشكلات عار. يعني ما تحاول تنجو نجاة فردية في مجتمعك، اصلا بالاخير بتقع. فهذه هذا المجتمع وهذا الكيان اللي مكنك بدك يعني تظل مترابط معه وبتكش تتعالى عليه. لكن الصحافه بتفتح لك، يعني انت عارف شو افاق علاقات. شوف احكي لك اخي زيد، انت اعطي لواحد بيعمل عود. نعم. بيعمل عود، بقعد بالشارع او بقعد في حفله او بقعد في ستيج بيعمل عود، شو بتشوف انت؟ كل الناس نصف هلال حوله، هو النجم، هو بؤرة التركيز. هذا الفنان، المطرب، الخطيب، المؤذن، الخطيب الجمعة، كل شخص مبدع، الكاتب. هلا الملحن بجوز يكون فيه بالقاعة 5000، بس الكاتب بيكون في قاعة افتراضية 200,000 بيعرفوا بيقروا له وبوزعوا كانوا مقالاته على الفاكس وما سمعت شو كتب زيد، ما سمعت ما قريت. فبتفتح لك آفاق وبتفتح لك علاقات. هو هذا السؤال معرفة. نعم، هو هذا السؤال. يعني ماذا كنت تكتب كي تستقطب وتجلب أنظار الملك حسين رحمة الله عليه؟ نعم. الله رحمه. ليقول بأن محمد داودية ما كان في إدارة إعلام. نعم. الديوان الملك. نعم صحيح. يعني شوف، ملك حسين رحمة الله عليه يعني صيغة قديم، كان يقرأ الصحف كلها، والسي ان ان كانت، وقبل ما تيجي كثير من محطات ال فبيقروا يعني دلالة انه الملك حسين كان يقرأ. صديق لنا الله يرحمه كاتب كبير اسمه بدر عبد الحق. بدر بيجي بداهم منزله لص وبسرق التلفزيون من عنده. بدر يعني طفران، ما عندوش على قد حاله فاجا اللص ما لقاش، اخذ التلفزيون، فكتب ثاني يوم مقاله انه يعني مبروك عليك، والله لو بعرف انا لحطيت لك كمان سندويشه. فاتصل فيه الملك حسين في نفس اليوم قاري المقاله، قال له يا بدر شو بالله سرقك؟ قال له والله يا سيدي هيك صار. ارسل له الملك حسين احدث تلفزيون في تلك الايام، شايف؟ وعملنا ندوه عنه بعد وفاته، أنا وأحمد ماضي وزوجته، فذكرت هذا، قالت والله ما يزال التلفزيون عندنا، هذا اللي أرسله الملك حسين. فلما هذه، وبعدين لما بنتقي نهج. أنا كنت كاتب يعني، رغم بأن كتابتك يعني حسب ما قرأت كتابة معارض، معارضة مش للنظام. نعم، ويعني أقصد ناقد لمنهج الحكومي. نعم. ربما للسياسات الحكومية. نعم نعم. اولا شوف، انا كان الملك حسين يعرفني الله يرحمه، يعني احنا انا كنت عضو مجلس نقابة الصحفيين امين سر. لما نروح نقابل جلالة الملك، كيفك محمد سلامات، انا اللي كانوا مسؤولين عني لما كنت معلم مدراء تربية ومش عارف، ما بعرفهم ولا جيلي المعلمين بعرفهم، بس انا بعرفني لاني كاتب، عرفت شو؟ مش لاني طويل. ف هذه العلاقة، العلاقة التي بنيت من خلال القلم، من خلال قلت لك أنا القراءة صنعتني. طبعا اللي بمعنى حينما كنت تكتب وتنتقد ظاهرة معينة في المجتمع،
كان الملك يراقبها ويهتم فيها ويرتاح لها ويحبها. نعم. مش انه هذا بيأكد على انه من الصوت الرابعة النظام ايضا لا يريد الا الصح، يعجب الصح، يعجب المعارض. نعم. اللي بيحكي صح لمصلحة البلد ويقدم هذا النقد للشخص المعني يقول له انتبهوا. نعم. على هذه الظاهرة بتطلع اكثر الملك كمان. نعم. على احوال الناس. نعم. انت بتنقل مشكلة صحية ولا مكرهة ولا فساد ولا عطاء ولا بتطلع الصح أكثر. تقول عليه الصح والغلط تقول عليه غلط. نعم. هو هذا الصحيح. نعم. هو هذا يعني هو هذا الإلهام الذي ينبغي أن ينتبه له الرأي العام والنخب من ضمنهم الكتاب، بأنك علاقتك مع النظام لا تكون علاقة مجاملة بقدر ما تكون علاقة نقد لغرض التقويم وليس فقط نقد. نعم. لغرض أحسنت. هذا نظامي كويس. نعم. وأنا أريده معافى وأنا أريده صالح وأنا أريده بأخطاء أقل وعدم الأخطاء مستحيل. نعم. شايف أنا أريده بتعددية سياسية، أنا أريده بحرية رأي وتعبير. نعم. بديمقراطية، بكل هذه المواصفات التي أنا كاتب أن الديمقراطية أمن. نعم. ديمقراطية أمن في النهاية، يعني مش معقول أنت. نعم. تحجر على الناس لأنه الناس بالأخير تنفجر. أستأذنك بفاصل مع الأستاذ. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد قليل، أرجو أن تقبلوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بمعالي الأستاذ محمد داودية. مرحبا بك. مرحبا بك. بس أعود إلى قضية مهمة تتعلق باختيار الملك حسين الله يرحمه لحضرتك رئيسا أو مديرا لإعلام الديوان الملكي. دائما في هذه المواقع القريبة على صناعة القرار، سواء كان صناعة قرار سياسي أو إعلامي أو أمني، تلعب الوساطة دورا. أحد وسطة أحد البعد العشائري أثر في عملية اختيارك، لو هناك عوامل أخرى دفعت الملك حسين يقول نعم فليأتي فلان. أشكرك. يعني شوف، أنا ما كنت بعرف أني سأعين مديرا للإعلام إلا بعد ما تم تعييني، يعني لذلك لا في واسطة ولا في غيره. ولا مرشح كنت يعني؟ لأنه أعتقد بأنه في مجموعة أسماء، قدم له مجموعة أسماء فاختارني الله يرحمه. نعم. وأنا ما بعرفني كان اختارني لأنه مقالتي كانت إيجابية. أنا موالي بس مش موالي أعمى ولا أطرش، أنا موالي لنظام بحب يكون أحسن مما هو عليه الآن وأحسن بكرة مما هو عليه اليوم. أنا موالي، فمعارض أنا إيجابي. هاشمي، يسار الهاشمي، أنا كنا نسمي حالنا اليسار الهاشمي. أنا موالي وبعتقد هذا النظام مستقبل أبنائنا، بيحققوا هذا النظام ومستقبلنا طبعا، مستقبل بلدنا. أنا مع هذا النظام شريطة أنه أقدم لهذا النظام النصح اللي هو من واجبي حتى يتفادى الأخطاء أو الهينات. أو ما في نظام ما عنده أخطاء. نعم. ما فيش نظام ما بيحتاج إلى، خاصة في السياسات التنفيذية يعني. نعم نعم نعم. يعني لذلك شو اسمه، أنا بعتقد مقالتي اللي عرض حال. نعم. كانت في جريدة الدستور وجلالة الملك الله يرحمه كان بيقرأ، فعنده انطباع، عنده فكرة عني، عارف شو. لذلك ما كان في حاجة لا واسطة ولا لغيره. نعم. وأمر ثاني، أنا يعني ما بدي أقسم، بزعم أن الملوك لا مش لا يحبون المنافقين، يزدرون المنافقين، لأن المنافق ويستطيعون تمييز بضره، هو بيعرف أنه هذا كل شيء تمام، مش كل شيء تمام، بده بيان، بده بيان، بجوز تقدم له نقد وما يكونش صحيح النقد. كمان الملوك ترى على اطلاع أوسع مما يطلع عليه الكتاب والمش عارف شو، على اطلاع. نعم. عنده الخريطة، عنده كلها معلومات وأرقام وتواريخ وأشخاص وبنى. نعم. لذلك لماذا تحديدا يعني الملوك يتمتعون بهذه الخاصية؟ لأنه مصلحته ومصلحة حكمه ومصلحة استمراره، مصلحة شعبه، تحقيق الرضا. هلأ أنت بتعرف القاعدة العربية القديمة، ونصف الناس أعداء لمن حكموا. هذا إذا عدلوا، لاحظ. نعم. الحاكم العادل مفتاح فتحة العداد تبعه، نصف الناس يعني مش راضين.
لذلك الحاكم عليه إجهاد كبير جدا وعليه استحقاقات حتى يحقق الرضا أو جزءا من الرضا. ولذلك بهمه يسمع منك أنت الذي يعرف أنك لست منافقا ولست متزلفا ولا متملقا. يعني جيد، وكأن الثقافة هي من فتحت لك هذا هذا الباب الواسع الكبير. صحيح. للدخول إلى مناصب الدولة والتدرج فيها، وجعل مقالتك ذات طعم. أنا مش يعني شوف، هن 28 حرف إلنا بنكتب فيهن من بدء يعني العربية لليوم، بنشيل حرف بنقدم حرف. كل الكتاب ماسكين 28 حرف وبيعيدوا الصياغة وبيعملوا للتدوير ومداور، فكله بكتب. بس كمان المقالة حتى يكون لها طعم بدها كاتب مثقف. مثقف اليوم بكتب في أرنست همينغوي، بكرة بكتب في شامير، بعد بكرة بكتب في صدام، بعد بكرة بكتب في القذافي، بعد بكرة بكتب في عبد الناصر أو في قوة الشكر. أنا كاتب عن قوة الشكر، شايف كاتب اليوم عن صعود الهتلرية وسقوطها، بتكتب عن جسم الإنسان كأنك تكتب مقالات فكرية. يعني كل إشي أنت عينك، كليات طب في العالم كله بتدرس العين، كويس؟ هذا البنيان اللي احنا فيه، هذه نعمة لا تقدر بثمن. يعني المقال مقال متنوع يعني ما ليس مختص بظاهرة نقدية، في عمق وفي معلومات وفي خف الدم ايضا، وكل في مقاربات وفي مقاربات وفي حقائق لكن وكأن معلومات. نعم مع الأستاذ، وكأن الثقافة لوحدها غير كافية. اكيد لكي يتدرج وليس فقط أن يدخل بل يتدرج. طبعا تدرج هنا معناه أنه أثبت الكفاءة. ماذا يحتاج غير الثقافة؟ يعني ما الذي يعني ما هي متطلبات الدخول في عالم السياسة والتدرج في مناصب الدولة والاقتحام عوالم صناعة القرار غير مسألة الثقافة؟ أن تكون ذاتك، أن تكون نفسك، وأن تكون غير متملق، مستقيم، نزيه، أمين، قوي. قوتك من وين بتيجي؟ إنك يعني معتد، دون يعني كبرياء ودون مبالغة، ودون معتد بنفسك، وأنك قادر على تقديم النصح وقادر على كشف. يعني لا تخاف. يعني الاعتداد بالنفس هنا معناها أن ترتدي ثوب رجل الدولة. طبعا وتكون قوي بمكانك ومكانتك. 100% صحيح. يعني أنت كسياسي خلينا نقول شوي، بدك أول شيء تكون أمين على مطالب الناس. كاتب سياسي خلينا، بدك تعرض مطالب الناس. ما تقولش أنا ولا رحت على قرية كذا ووجدتها يعني تفيض لبنا وعسلا، لا، بدك تحكي الحقائق. هذه الحقائق لما بتكتبها بتسبب لك وجع راس، هذه مهمة يعني ما ننساها. انتم مش كل ما تكتبوا كل ما تقترحوا كل هذا يلقى قبولا، لا، بيسبب لك وجع راس وبيسبب لك أذى وبيسبب لك خصومات وأعداء تراها ولا تراها. أنا أحتاج حقيقة إلى نماذج لمثل هذه الخصومات. لكن قبلها معالي الأستاذ، أكبر تحدي يواجه السياسي في مسارات عمله في مناصب الدولة هي الفساد وإثبات النزاهة. هل فعلا يعني هذا أكبر تحدي خاصة في العالم العربي؟ صدق. هل فعلا هذا أكبر تحدي أم تعتقد أن فيه مبالغة ويعني الناس يعني هي التي تضع هذه الفجوات بينها تحت عنوان الفساد؟ لا شوف، يعني في مغريات وبدك تكون عندك الصلابة الروحية والأخلاقية والدينية حتى ما تقع في الأشراك هاي، شايف؟ حتى ما يعني تغريك يعني الفرص هذه، وبالأخير تقع في شراك مهلك لك نفسك قبل أي شيء ثاني. غير ذلك يعني الناس كمان تراقب وتعي وعندها يعني عندها عدادها، نعم، ميزان، عندها ميزانها، ميزان ذهب عندها، نعم. شايف؟ نعم. يعني هل هذا التحدي ايضا يعني كان تحدي اثبات النزاهه كان تحدي صعب
أن تثبت أمام الرأي العام بأنك من الكسارة إلى الوزارة لم يفرق شيء في ثقافة النزاهة وفي أخلاقيات النزاهة عند محمد داوود؟ أحسنت 100%. يعني أنت مرقوب أول شيء من نفسك شايف ومتابع ويعني أنا بقول أكثر واحد يقسو على محمد داودية ويدقق مع محمد داودية ويحاسب محمد داودية أنا لا أغفر لنفسي إذا أخطأت في أخطاء مختلفة طبعا شايف، في خطأ معك ممكن أفسرك غلط، في خطأ في خط معين، في خطأ في قرار معين غير مقصود شايف، في خطأ في معاملة ابنك ولا يعني، فأنا أراجع. هذه واحدة يعني مهمة من المزايا اللي بتمتع فيها الإنسان. صيغة المراجعات كيف تكون؟ المحاسبة، بحاسب حالي والله غلطت أنا. شوف هلا إذا بختلف أنا وياك هذه معروفة عند أصحابي، إذا بصير مشادة هيك خفيفة بيني وبينك ومنروح يعني كل واحد بيروح على داره، تنتهي الجلسة اللي أنا احتديت فيها عليك وأنت احتديت فيها علي، وغالبا أنت احتديت وأنا رديت شايف، بس نروح أنا بتصل معك حقك علي شايف، المسامح أيوة. فأصحابي إذا بختلف أنا وياك وأنت زعلان قولوا لك أصبر شوي، بس أصبر هلا بيجيك كيف، هلا أصبر شوي، ففعلا انتظر تليفون كاشفيني شايف، تليفون أو زيارة أو اللي هو شايف. هذا هون يعني هذه أخلاقيات عامة أم فرضتها عليك أنك ما دمت رجل دولة فينبغي أن تكون بهذه الصفة؟ نعم يعني بداية هذه خصائص شخصية بالإنسان، مش ليست يعني حصرا أو حكرا علي، لكن وأيضا ما الناس على دين ملوكهم، أصحابي كلهم هيك يعني، أصحابي من نفس الطين تأثروا فيك يعني. أنا بتأثر فيهم وبتأثروا فيي شايف، بتأثروا في المزايا الطيبة اللي فيه ومن راجع حالنا، لكن هذه المزايا بتواجهها عقبات زي ما قلت لك يعني، في يعني سوء فهم أحيانا لسلوكك، هذا في سوء فهم أحيانا لاعتذارك أنه ضعف ولا مصلحة ولا لا، الاعتذار واحد يعني. إحنا عندنا مثل بتعرف الدية، دية القتيل، نعم بيقول لك الاعتذار عند كرام الناس دية، نسميه بالعراق فصل عشائري. الاعتذار عند كرام الناس دية. شوف الدية قديش جسيمة كبيرة طبعا وولي الدم وثقيلة. الاعتذار لحاله كافي. الآن التحديات اللي واجهتك في أثناء العمل الحكومي، هذه أيضا يعني واحدة من الدروس التي ينبغي أن يسمعها الجيل الجديد في حياة السياسي، أنه كيف يتعامل مع الضغوطات الجانبية والتحديات والخصومات، ولأنه إرضاء الناس في نهاية الأمر غاية لا تدرك وصعبة الوصول لها ولا تترك أيضا. نعم فعلا ولا تترك يعني. فكيف كانت يعني أبرز النماذج اللي واجهتك وكيف تعاملت معها في سياق عملك الحكومي؟ يعني شوف أنا بعمل على الخط التالي، أنا استلمت وزارة الزراعة بال2020 كويس؟ نعم. وما عنديش يعني خبرة مزارع وزراعة وإلى آخره، أنا قائد، أنا موجه محرك، فأنا كنت كل يوم الصبح أكون في الوزارة مع كبار قيادات الوزارة، المدراء العام 8 الصبح، مدير العام إلى رؤساء الأقسام، يعني شيء اجتماع من 15 واحد. أنا محدد بدنا نبحث يا شباب، بودينهم على الواتس نبحث بكرة صباحا كذا وكذا وكذا، عندي تحدي كذا وكذا وكذا، بعرض عليهم وبقول لهم أنتم العقل الفني للدولة الأردنية، أنتم اللي بتعرفوا أكثر مني، وهذا كلام أنا بحكيه، أنتم بتعرفوا أكثر مني باعتبار أن منصب الوزير منصب سياسي، منصب سياسي، أنا شو رأيكم القانوني والفني والوطني والأخلاقي والكذا، وبعتمده وبغطيه. هلا مش كل قرار يعني يحظى بالقبول، في قرارات مؤلمة شايف، في شاركات بالبلد وفي مصالح وفي قوى وفي كذا، بدها توازنات، بدها ترخيصات وبدها موافقات وبدها كذا، وفي إشي ليس مناسبا لا للبلد ولا، وبنتهك القانون. بس الشباب لما يأخذ الحكي بصير أنا اللي ما أخذ القرار، هم بنسبوا لي إنه لازم نعمل هيك، ما بصير،
خلص هيك ما بصير بموجب طبعا كذا، عرفت شيء ضمن القانون ضمن السياسة ضمن القانون. وأنا يعني رفضت كثير من الطلبات، طلبات مختلفة وسببت لي طبعا خصومات وما بعرف حجمها، ما بعرف شو وين وصلوا، ما بعرف شو قالوا، شو نسبوا لي، شو افتروا علي، عرفت شو. بس أنا الحمد لله خلاص ضميري مرتاح. هاي هون تحدث عن مع الأستاذ عن لوبيهات يعني موجودة في مليئة في كل العالم، في لوبيهات وعندنا في لوبيهات تتقاطع مصالحهم مع بعض مع مصالح الوطنية. أنا خطي حماية الإنتاج المحلي. أنا أعلنت على التلفزيون إذا في قرن موز، إحنا بنسمي الموزة قرن موز القرني، إذا في قرن موز في البلد ما بسمح بدخول الموز إلى البلد. إذا في حبة حماية المنتج الوطني أيوه، إذا في حبة تفاح في البلد ما بسمح باستيراد التفاح طبعا، ولا الزيت ولا التمر وكل اللي بخطر في بالك. شايف أنا مع حماية الإنتاج المحلي. وكنا في فترة كورونا والمستوردين يعني ما يعجبهم هذا، المستوردين ما بنتجوا طبعًا. يعني جاني واحد قال لي بدي موز، قلت له في موز بالبلد. جاني واحد قال لي بدي تفاح، قلت له في تفاح. احنا بنتصل يعني الوزارة بتتصل في كل المحافظات، عندكم تفاح؟ عند مزارعي التفاح؟ لا ما عندناش. شو ساووا التجار؟ اشتروا كل التفاح الأردني وخزنوا، واتصلنا مع قالوا ما فيش تفاح، فقلنا لهم تفضلوا اسحبوا، رخصوا، دخلوا تفاح. بعدين اكتشفنا الألاعيب، يعني عندهم ألاعيب كمان هم. يعني هذا تحدي وصدام، هذا تحدي يومي لو بيمشي معك بيضل براسك. أيهما كان أسهل، العمل التشريعي ولا العمل التنفيذي؟ التنفيذي يعني في الظروف الراهنة لا تتمنى لصاحبك أن يكون وزيرا، والله والله والله، وتتمنى لصاحبك أو لنفسك إذا كنت وزير أنك تخلص. ليش؟ بسبب هذه التحديات. التحدي الأبرز يعني الضغوط أول إشي، وأنا لا أهرب من الضغوط، لكن السوشيال ميديا بفضاء قاسي في بعض الأحيان وبلا برخصة. أنا يعني في دعوات كسبتها وفي دعوات حتى أنفت أني أرفعها، اتهامات باطلة وسباب وزعيق وعلى إشي ما بيقروه. لاحظ يعني في عدوى. شفت هذا محمد مصالح خاصة، محمد داودي كتب هيك بلعن أبو محمد داودي، استغفر الله العظيم. يعني هم هيك. فيعني والله بظروف الراهنة لا تتمنى أن تكون في منصب حكومي، ولا تتمنى لصاحبك أو لابنك أن يكون في منصب حكومي بسبب المسؤولية. المسؤولية والله إحنا أهل المسؤولية، وإحنا أهل التحديات وأهل الكسرات وأهل التجاوز وأهل النجاح. شايف لكن ما بتركوك تشتغل، ما بتركوك تشتغل يعني بالوتائر اللي بدك إياها. يعني بدك تكرس 90% من جهدك لتفادي المطبات والمزالق والاحتيالات والعارف شو. طيب مع الأستاذ العمل التشريعي أيضا عليه ضغوط وعليه إكراهاته، لكن لكن أهون من العمل، أهون كثير عمل التنفيذي. يعني هذه الحلقة ببعض تفصيلاتها موجهة إلى الشباب لأجل حالة التحفيز في مسألة التدرج والعمل الحكومي، وليس العمل الحكومي فقط وإنما الانتقال من وضع إلى وضع آخر، التقدم والتقدم والطموح نحو الأفضل. يعني لماذا يعني التفكير بأن الطموح للأفضل ينبغي أن يكون بالضرورة من خلال الدولة، ليس من خلال شيء آخر خاص وعمل خاص؟ يعني لماذا هناك قناعة عند الرأي العام موجودة بأنه أنت حتى تنتقل من وضع إلى آخر أنت أدخل للدولة، كن عضو مجلس نواب، كن وزير، كن مستشار في الدولة، هذا سينقلك من وضع إلى آخر؟ يعني شوف في هذه النخبة النخبة الأردنية تحديدا، شايف هذا حق عملها. هذا التصور حتى في العراق للعلم، يعني هناك يعني اليوم العراق 40 مليون فرد، هناك 295 حزب ومئات التحالفات، يعني أرقام مهولة. وبالتالي صحيح. هذا كلها سعي نحو السلطة لأجل الانتقال من وضع إلى آخر، هذه صارت ثقافة معالي الأستاذ. شوف
الدخول إلى يعني نعيم السلطة في امتيازات، في امتيازات ومكاسب ونجومية وحمايات وما في ما لا احنا ما عندنا حمايات. نعم في العراق انا هلا مواكب. انا رحت على المجلس العيان انا بسوق ورجعت انا بسوق. نعم. لا بدي حمايه ولا علي حمايه. نعم. لو انت ولا عندي سائق. لو انت في بغداد كان يعني نعم. 7-8 سيارات معك يعني. نعم تهوات للاسف ان شاء الله ربنا بنهي هذه الظواهر في وطننا العربي. المعنى انه في السلطه براقه. نعم في بريق. في بريق للسلطه. النائب يعني النائب لما يعني على الميكروفون على التلفزيون العين سقف عالي. الاحزاب فهي النخبه يعني خلينا نقول منصه القفز تبعها هي النخبه السلطه. نعم. انت اذا بتبرز في حقلك تلفت النظر ويعني الحكيم بصير بده اياك، بده هذا الشخص المكون القادر. نعم. الفصيح البليغ النزيه القوي يعني اللي له ايضا علاقات واسعه المش منكفئ. هذه سعي النخبه الى السلطه سعي طبيعي جدا يعني زي الفراشه والضوء. هذا امر طبيعي. وين نروح؟ بده يروح يشتغل بالتجاره. لا يصلح كل واحد ان يكون تاجرا. شايف انا ما بصلح انا اكون تاجرا على الاطلاق. شايف وهذا لا يقلل من يعني نباتي ولا يقلل ايضا من شرف التجاره. يعني معالي الاستاذ تشجع على ان بريق السلطه هو اقصر الطرق للانتقال من وضع الى وضع اخر؟ تشجع بهذا الاتجاه؟ انا لا اشجع. انا مثلا ابني عمر الله يسلم لك سلام. خلص من سويسرا وخلص من بريطانيا ماستر بتفوق وانجليزيته ممتازة وفرنسيته ممتازة وراح على الجامعة في الصين درس صيني واجا عندي على ماليزيا وانا على اندونيسيا وانا سفير درس بعاسة بيحكوا 400 مليون. قلت له يلا انا الاوان انك تروح على الخارجية. الخارجية مركز محترم كثير شايف بسجل بالخارجية وبطلع على هالسفارات في الخارج راتب ممتاز وعمل كويس. رفض. ولا واحد من ابنائي انا بناتي وابنائي شغل مناصب حكومية ولا واحد راح على الحكومة. ما بدون مش حكومة. مش انه الحكومة عاطلة لا. فرص يعني انا عندي بنت راتبها حوالي 3000 دولار في القطاع الخاص. لو بتشتغل بالحكومة راتبها 400 دولار 500 دولار 700 دولار. كمان في جواذب هون وفي بس النخبة وخاصة رجال الأعمال عندهم فائض مالي بالتالي هم بدوروا على باور على نفوذ وعلى قوة. يعني بتلاقي احنا في الانتخابات ممكن وعندكم ممكن يدفع 500,000 دينار مشان نصير نائب. احنا بالسابق كنا بدنا نصير نواب مشان نجيب 20,000. شايف الان مش بحثا عن المال. السلطة صارت باور ونفوذ وقوة هو تعريف السلطة هي باور يعني في نهاية القوة. لكن المشكلة أن تتحول من غاية تحقيق مصالح إلى غاية يعني الهدف هو يعني طبعاً تحقيق الخاص. المصالح هو النفع الخاص والانتقال من وضع إلى آخر. هذه أعتقد ثقافة خطيرة. لا يمكن لك أن تحقق ذلك. لا يمكن أن تجرد الناس من جشعها أو طموحها أو مصالحها أو تطلعها إلى يعني اغتراف من المال العام. هذا يعني أول شيء يضحى به هي النزاهة. هي النزاهة لأنه أنت عارف أستاذ زيد أنت في السلطة أنت قريب من يعني اتخاذ قرارات مالية وغير مالية كبيرة. يعني ممكن أن يشوبها فساد. هلا لو انت مدرس صعب تاخذ عطاء مثلا جبت ماده 20 مليون دينار ولك 50 مليون عموله شرعيه حتى. فلا يمكن ان يعني او لا يجوز انه نجحد انه الاستاذ زياد عنده طموح يصير وزير. اما في مسارات كثيره حتى تصير وزير وبعضها يعني مهلك ولا يودي لا يفضي. أما
انه عنده تطلع يصير وزير ويصير عنده محطة ويصير كبير مذيعين في السي ان ان ولا في البي بي سي، هذا حقه. اختم ب يعني كلمة خلاصة ما ناقشناه من مع الأستاذ محمد داودية، نلخصه في نصف دقيقة. نعم. أستاذ محمد، نصيحة للشباب الساعي إلى أن يعيد تجربة محمد داودية من الكسارة إلى الوزارة. شوف، في بيت شعر لسعد يوسف الشاعر العراقي الكبير، هو بيقول: لم نعفر في مسالكها الجباهة. وأنا أطلب من كل أبنائنا وشبابنا في العراق وفي الأردن أن لا يعفروا في مسالكها جباههم، ما يسجدوش لغير الله، ما ينحنوش لغير الله، ما يتملقوا. لم نعفر في مسالكها الجباهة. إشي حافظ على شخصك ومكانك، حافظ على كرامتك بتوديك. والناس ترى بتنظر للذيب غير نظرتها للواوي، يعني الناس بتحترم الذيب وبتهاب الذيب، والمهابة مطلوبة، ما أما الواوي بركلوه أقدامهم وبيسخروه لخدمتهم. شايف؟ ممكن يصل شايف، لكن ما يدوم وصوله، سيصل يعني بلا أطراف وبلا أسنان وبلا يعني مؤلم. فهذه واحدة من المزايا اللي لازم نمسك فيها، لا تعفر في مسالكها الجباهة. والأمر الثاني، ربنا يعني أعطاك طبع، فلا تتطبع، خليك على عفويتك وتلقائيتك وفطرتك، الفطرة. الأمر الثالث، الرضا مهم. يعني التذمر ما بيوصل لك، ألا أنت ترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الرضا مهم والإيجابية مهمة، يعني قصة النصف الملآن والنصف الفاضي مهمة هاي. أنا مع الخط هذا، مع خط الإيجابي، أنا أرى الأشياء الإيجابية ولا أغفل عن السلبيات. لذلك لا أعظم السلبيات زي ما بحاولوا أحيانا في المعارضة تعظيم السلبيات والانتقاص من الإيجابيات. أنا لا أنتقص من السلبيات أيضا ولا أعظم الإيجابيات بحيث أضخمها وبحيث أعملها بالون. مهم جدا هذا، الناس لما بيشوفوا هذه الخصائص فيك، إنك مستقيم، معتد، إيجابي، شكور، نزيه، رضا، صاحب برنامج ورؤية، يعني كثير القصة فيها، يعني عارف في قدر وفي كثير يعني بدك تطول منه. لكن بكل الأحوال بدك تكون مستعد. أنا في خطي الاستعداد هو بالقراءة. أنا قلت لك في البداية صنعتني القراءة، ثم أنا لما ارتويت قليلا من القراءة بدأت أفيض، بديت أكتب كتابة جذابة أيضا، فيها تنوع وفيها حيوية وفيها نقد وفيها فن وفيها شعر وكل إشي. يعني مقالتي ما ليست محدودة في إطار محدد، لا سياسة ولا شعر ولا ثقافة، أنا بكتب عبي الشعر وبكتب عرض كتاب وعرض مسلسل وبكتب عن لقائنا هذا وكل التفاصيل اللي لازم توفر في المقالة. الكتابة بداية القراءة، القراءة بتصنعك، بتنمطك، بتخليك تشوف العوالم الأخرى بتتمناها وبتصير بدك تعمل زيها، وبتصغر في عينك المشاكل. نعم. أنا كنت أقول لحالي: طيب أنا ما دمت يعني خرجت من هاي المشكلة، شو هاي المشكلة؟ ليش بدها تكون أصعب من هذيك؟ فلتكن أصعب من هذيك، بخرج منها. شكرا أستاذ، مرحبا بك، تعبناك، وشكرا جزيلا على وقتك، وشكرا جزيلا على استضافتك، وتحيتي لمشاهديك وليو تي في وللشعب العراقي وللشعب الأردني أيضا. شكرا جزيلا أستاذ، مرحبا بك. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.